احنا تعبانين في الحياة والتعب بيزيد وأمراض الناس بتزيد، محتاج تهدى. اسكن اسكن لحظة سكون، طفي طفي المكان الداير جواك اللي عمال، مكان حديد عمال بيخبط في بعضه، عمال بيتحرق، محتاج تطفي المكان شوية. طفي، اهدى اهدى اهدى. ايه أكتر حاجة تساعدك على إنك تهدى، على إنك تسكن، على إنك تصفو، على إنك تعيش لحظة سكون في وسط متاعب الحياة؟ ذكر الله. أنت محتاج كده، أنت محتاج تذكر ربنا، مش بس علشان هو يستحق أن يذكر وأن يعبد، عشان أنت تعبان، عشان هو ربنا وعدك الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ عارفين يعني إيه ألا؟ والله، يعني ربنا بيقسم والله ما هيطمن قلبك قد ذكر الله. في وضوح ايه اكتر من كده؟ ليه ما تعيش وتاخد قرار من النهارده، انا كل يوم هعيش تلت ساعه مع ذكر الله؟ ليه ما تاخدش القرار ده؟ ان الاوان انك تبدا تجربتك الشخصيه وتدونها، تحسها، تتذوقها، ويبقى لك خبره شخصيه بينك وبين الله. انا عايش بذكرك يا رب، ان الاوان لكده. انت كسبان، كسبان دنيا واخره، لأن متاعب الحياة صعبة جداً.